كاملين يعني شفنا التجربة كيفاش أنه كان من الصعب دخول حزب الأصل والمعاصرة لإقليم الدريوش اللي كان محتكر من بعض الأحزاب اللي هي عندها تراكم تاريخي أزيد من عقدين ولا ثلاث عقود من الزمان. لا من تسمية الأحزاب السياسية معروفة على إقليم الدريوش، ولكن يخسروا معنا المواطنين ديال إقليم الدريوش بشكل عام، خاصة عندنا حنا مثلا في بن طيب. مثلا نعطيك أنايا على سبيل الذكر التجربة ديال البا في بن طيب، الانتخابات الأولى ديالو والتجربة ديال الأولى ديالو، مجموعة من المضايقات، مجموعة من الافتراءات، مجموعة من البهتان، مجموعة من الترهيب والتخويف ديال الساكنة والمواطنين. أنا كنظن أنه أكبر جريمة سياسية وقعت على الصعيد الوطني في الحقل السياسي ارتكبت عندنا في إقليم الدريوش. أنا ملي كتشوف أنه الأحزاب السياسية شنو الأهداف ديالها الأساسية الأول؟ هو تأطير المواطنين وتكوينهم سياسيا والتواصل معهم وتشجيعهم على ممارسة السياسة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. حنا عندنا هنا في إقليم الدريوش، أنا هضر خاصة لأنني أنا كنتمي لبن طيب، تنعاني وعانينا ومازال غادي نعانيو إلا ما كاينش واحد التدخل عاجل من طرف اللي كنمثلو هي الأصل والمعاصرة. إلا ما دخلتش القيادة الوطنية وتضامنوا معنا ويشوفوا ما نعيشه هنا في إقليم الدريوش معاناة حقيقية، منين غادي نمشي أنا الأنصار ديالي اللي هما ديال البان غادي يجيو غادي يصوتوا حق مشروع ديالهم أنهم يصوتوا ويختاروا على من أي واحد على من بغاو يصوتوا؟ كنحقهم حقهم هذا، راه حنا كنأمنوا بالتعددية الحزبية أيضا. راه ما جيناش درنا التعدديه الحزبيه عمدا، راه التعدديه الحزبيه بمعنى هاك اختار عجبك هذا البرنامج سير لك كامل الحريه صوت ولا ما صوت ضد ولا مع، كاينش مشكل. ولكن الجريمه فين كتجلى؟ منين انه حزب، وهنا غادي نسمي سيد الامين العام الاقليمي، هنا غادي نسمي لان ما نبقاوش نضربوا الشمس بالغربان. هنا الحركه الشعبيه حزب كبير عنده تاريخ، عنده توجهات، عنده ايجابيات، عنده مناضلين كبار، عنده، ولكن التمثيليه ديال هذا الحزب في الاقليم لا يمثلون هذا الحزب، بل يمثلون انفسهم. تمثلوش الحزب ديال الحركه الشعبيه، حزب الحركه الشعبيه حزب كبير، عنده توجهات ديالو، عنده الافكار ديالو، عنده القناعات ديالو، ومساهم بشكل كبير في الحقل السياسي المغربي. ولكن هاد الناس هادو هاد الممثلين ديالو في اقليم الدريوش راه يشوهون من السمعة ديال حزب الحركة الشعبية. واش عمركم شفتو شي واحد انه يستغل السلطة وشطط السلطة من اجل تخويف وترهيب الساكنة؟ إلا صوتتي نتايا مع التراكتور المصالح ديالك راه في خطر، المصالح ديالك في خطر. تبغي رخصة البناء؟ لا والله ما ديرها. تبغي شي رخصة ديال الضو ولا ديال هادي ولا ديال هادي، أي حاجة اللي هي مسخرة لك من طرف الدولة ومن المملكة المغربية وعلى رأسهم صاحب الجلالة، الناس تيعارضوه، وبالتالي راه تتقتال الفرصة ديال المواطن في الممارسة ديالو في الشرعية في السياسة وفي التدبير الشأن المحلي ديالو ولا الشأن الإقليمي ديالو. عندنا مجموعة من الممارسات السيد الأمين العام والإخوان الحضور الكريم، من ضمنها أن هاد الإخوان عندنا في بلدية بن طيب استغلال سافر للسلطة في جميع المجالات، في الماجيسيون الترهيب والتخويف كما قلت لكم. الاخوان والانصار ديالنا اللي هما تابعين من حزب الاصاله والمعاصره
الآن يعدون ضريبة تصويتهم على حزب الأصالة والمعاصرة من بعد انتخابات الجماعية الأخيرة. يعدون ضريبة وداك الشيء بابا موثق وماشي هذا افتراء أبدا، هذا إلى مسوه باش نكونوا محايدين. يصيفطوا لنا خويا شي لجنة من الداخلية ولا يصيفطوا لنا شي لجنة من الرباط، تمشيو وتنزل للمدينة ديالكم طيب، راه حتى هي تابعة للمملكة المغربية ولا واش بحال هكا غادي نشجعوا حنايا المواطن على 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 ممارسة السياسة؟ ماشي بهذه الطريقة هذي. وحنا بعد أكبر تحدي عند الدولة المغربية هو تشجيع المواطن على ممارسة السياسة، أكبر تحدي. حنا مازال فين شحال كتلقى من النسبة ديال عندنا 40 مليون مواطن مغربي، في الآخر كتلقى مليون إلى 2 مليون اللي كتصوت ولا 3 مليون اللي كتصوت. علاش تملوا من هذا الشيء من هذه الممارسات؟ إلا كانت السياسة بحال هكا ديال أنني ما تكونش منافسة شريفة، والأفضل مرحبا به. ياك حنا كاملين أخويا راية وحدة وبلاد وحدة وحدود واحد، حنا راه بغينا وين آخر. أو كنتي في المستوى عندك الكفاءة وهذه مرحبا بك، كنتي تحمل المتطلبات ديال هاد الساكنة مرحبا بك، ولكن باش تضربهم وتخوفهم وتنفرهم على واحد الحق اللي هو حق دستوري في الممارسة السياسية، هذه راه جريمة كبيرة. وباش تبقى تستعمل مثلا على سبيل المثال عندنا واحد السوق في بن طيب، ماشي نقولك شارف على نهايته ولا سلا راه هو دابا ساكنين فيه غير الحمام والطيور، والساكنه خصها تهبط للسوق الاخر اللي هو مكرفس مع الشتا والزنزال وهادي وهادي، خصهم يهبطوا في ذاك الغيس وداك الشيء ويتكرفسوا. علاش ما بغاوش يعطيو السوق حاليا يسلموه للتجار؟ التجار دابا كيعانيو، علاش ما بغاوش؟ علاش؟ سؤال نورمالمون خصهم هما يجاوبوا عليه، ما غاديش يجاوبوك عليه. اي تماطلو غادي يعطيوك شي حجج وشي حقيقه ان هذا السوق المركزي اللي كيعيشوا الناس يوميا انه يتفتح في اقرب الاجال ويتسلم للمستفيدين الحقيقيين والشرعيين، ماشي نبقاو ننتظروا فيهم ونخليو هذا السوق حتى نهار الانتخابات ونخدموا انا ورقه في الانتخابات. مجموعة من المسائل حتى من ناحية ديال التهيئة، كاينين المنتخبين ديالنا ديال الأصالة والمعاصرة كيعيشوا واحد الإقصاء داخل المكتب داخل المجلس البلدي ديال بن طيب. صافي معارضة بحال راك أنت جاي من بنو إسرائيل، ما تناقش معانا، ما تقول لنا حتى شي حاجة. أنت اللي في جهدك ديرو، أنا عندي الأغلبية نمرر عليك اللي بغيتي. ترى ما كايناش، راه حنا راه شركاء في بن طيب ولا في الاقليم، راه ماشي اجراء وماشي خدامين عند شي، راه جينا كنمارسو غيرة على الاقليم. بما بالمقابل يعني هاد الجريمة السياسية اللي من وراء الممثلين اللي صراحة لا يشرفون الحركة الشعبية، بالمقابل كاين هناك امتيازات تمنح للانصار ديالهم. احنا نوليو في العنصريه ونوليو في التمييز ونوليو في التفريقه. او دونك نتايا مع الحركه الشعبيه راه غادي يكونوا عندك امتيازات ونحققوا المصالح ديالك انت مع الاصاله والمعاصره او اي حزب اخر. لا، مصالح ديالك مهدده، مصالح ديالك مهددة، وراك منهود عندنا في المجتمع إلى أن ترضى عليك الحركة الشعبية وتولي معها. هذه راه ماشي سياسة الإخوان، هذه راه ماشي سياسة نهائية، وهذا الشيء ما تيمثلش، وهذا الشيء ما تيستحقش، ما تيستحقش الساكنة ديال إقليم دريوش بشكل عام، ما تيستحقوش هذا الشيء هذا. حنا عانينا إقليم دريوش، عانى من الإستعمار، وعانى من سنوات الرصاص، وعانى من سنوات التهميش والإقصاء وهذه وهذه وهذه، واليوم ملي خدينا هاد الفرصة وتشبتنا بالأمل الأخير من أجل التغيير ومن أجل يعني تحقق ذاك الأمنية ديال أنه كفى من النفاق السياسي وكفى من استغلال المصالح الشخصية والمصالح الحزبية، تنتفاجئوا أنه نفس الشيء مازالين حنا فيه.
كنتمنى لهم الهدايه. هاد السياسيين اللي غادي يديروا بحال هاد يعملوا بهاد الاساليب وبهاد السميت، كنتمنى لهم الهدايه. كنتمنى لهم يعني صراحه انهم يركزوا على ما هو اصلح وعلى ما هو اهم للاقليم بشكل عام، ويخليونا من العنصريه والتمييز والتفرقه، لاننا كاملين كنعاود نقولها حنا راه شركاء في هذا الوطن ماشي اجراء. بمعنى لنا الحق وحق هذا مثل الحق الدستوري وحقي انني نصوت على من مرضت، حقي وما يحيدوا لي التحدي وما تهددنيش. وإلا كنت غادي تستغل الإقصاء والسنوات الماضية اللي عاشتو ساكنة إقليم الدريواج باش تنجح نتايا توصل للمصالح ديالك، فأظن أنك أنت أكبر خاسر، لأنك عاجلا أم آجلا غادي تفضح، وديجا تفضحتي. يعني الممارسات بشكل عام بلا ما نطول، هو أنه حنا اللي معنيين بالامر، حنا اللي هما ممثلين ديال حزب الاصاله والمعاصره هنايا، وحنا اللي كنروجوا للاصاله والمعاصره في اقليم الدريوش، وحنا اللي الناس عندنا تواصل معاهم بشكل يومي ولا بشكل متواصل ومستمر وعن قرب. حنا راه ما نقدروش نتجاوزوا هذه النقطه عندنا هنايا اساسيه، هو حمايه المواطن ديال اقليم الدريوش، حمايته باش يصوت لي من مبغى ويقتنع بي من مبغى بدون تهديد وبدون ترهيب وبدون شونطاج. نخدم مع هاد الشونطاج. عندنا شباب كاينين طابو حين قراو عليا وخداو لي لا ليسونس، اللي خدا الدكتوراه اللي خدا من المعطلين. راه حنا ديما حنايا دابا حنايا يمكن لا حكمنا الرقم القياسي في المظاهرات هنايا في الاقليم في سميتو. كاين اللي كيقول لك مثلا عندنا في بنطيب عندك مثلا كاين مجموعه ديال الاخوان التابعين لذاك الحزب اللي كيخدم غير المصالح ديالو ولا غير المصالح ديالو، وانا شاهد على ما اقول واتحمل المسؤوليه فيه. اللي كيخدم المصالح ديالو ديال الاراضي يمشي يخلع هذا ويقول لي حدا الارض ديالك راه ما صالحاش وهذه وهذه غدوز فيها هذه، يمشي كيستبدل لها الاخر. السوق المركزي سالة. علاش كتكرهش الساكنة تسيفطو لينا للسوق في الغيس وفي الشتا، والتاجر هذاك التاجر اللي كيبيع لا تجار الخضر ولا السمك ولا أي تجار غادي يتكره في السوق؟ علاش؟ باش تخلي نتايا داك السوق المركزي ديال بنطيب تخليه ورقة تستعملها أنت في الانتخابات. تبارك الله عليك، 40 عام ديال السياسة، هادشي اللي نتج عقل. السي محمد راه خصك تفيق، راه إقليم الدريوش راه كما كيقولوا وصل السيل والزوبه. راه اليوم راه كاين مجموعه ديال المسائل، كاين وسائل ديال التواصل، راه واخا تقصيني على اي واحد من لهنا نتواصل انا وياه، كاين التكنولوجيا، كاين شي الحوايج، المعلومه كتوصل. السوق المركزي راه سالا، كيخليوها سيد الامين العام تاع الاخر حتى غادي يستغلوها كورقه رابحه في الانتخابات باش ياخذوا سميتو. واش هذه هي الطريقة اللي بغينا نشتغلوا بها؟ واش هذه هي الطريقة اللي وصلت عليها صاحب الجلالة أنه هذه راه ماشي طريقة يعني. ولهذا حنايا ننذب ونطالب بهذه الممارسة اللي عانينا منها قبل من الانتخابات. قلنا معليش ماشي الوقت المناسب دابا حاليا باش ما يقولولكش لا راك تتزايد على الانتخابات. فاتت الانتخابات والمر في هادشي كله، هو منين دازت الانتخابات مازال المواطنين لحد الان تيتعرضوا للتهديد من طرف هاد الممثلين عن حزب الحركة الشعبية. لا انت صوتي في واحد الانتخابات اللي فاتت الاصاله والمعاصره، ما غاديش نعطيك المصالح ديالك، ما نعطيك رخصة البني، ما نصايب لك طريق، ما نقاد لك حتى شي حاجه في الجهه ديالك. بالمقابل الاخوان الاخرين ديالهم راه المصالح ديالهم محميه وهادي بحال اللي كيشكلوا دويله صغيره داخل المملكه المغربيه. هادشي حنا كنرفضو جمله وتفصيله. وبهذا انا شخصيا التمس من السيد الامين العام الاقليمي، والتمس كذلك من الاخوان
ديال الممثلين الأصالة والمعاصر بإقليم الدريوش أنه من حقنا كما كنعطيو للحزب، حنا محتاجين ليه في هاد الوقيتة هادي، محتاجين الحماية ديالو، محتاجين أنه يدخل على الخط، محتاجين يشارك معانا الإشكاليات اللي كنعيشوها حاليا، خصوصا أننا مقبلين على رهانات كبيرة لما له خير لهذا الإقليم بشكل خاص، لما له خير للحزب اللي كننتميو ليه. وشكرا سيد الأمين العام وشكرا للحضور الكريم واسمحوا لي إلى طول. شكرا سيد الكريم الشرح بما فيه الكفاية والمعية ديال الأخوات والإخوان ديال جماعة بلطيم، وبالأخص نهضروا على جماعة بلطيم هي عاصمة قبيلة بن وليش، يعني أوتوماتيكمون الجماعة المجاورة معنية مباشرة الشيء اللي كيوقع بلطيم بحكم سواء العلاقة التجارية ولا العائلية ولا حتى بالنسبة مرتبطة خاصة المشاكل المرتبطة بالعقار والبناء وكذا، كان منطقة بلطيم هي منطقة استقطاب سكان جماعة المجاورة، هذا هي الخاصية اللي عندها بلطيم على مستوى إقليم الدول. بطبيعة الحال اجتمعنا بإمعان هذا المعيزة الإخوان وفعلا أخرنا وقصرنا تحكم على مستوى الحزب، نقول هذيك صراحة، ماشي أنا كأملاء إقليمية اللي كنتحمل المسؤولية بطبيعة الحال، حنا ما استعملناش الوسائل اللي متوفرة لينا، عندنا برلمانيون، عندنا رؤساء الجماعات، عندنا بزاف ديال الآليات كان بالإمكان تكون واحد البوق ديال فرض مثل هاد الممارسات، ما استغنيناش هذا بالدار، لا عندنا هذاك الشيء حتى بالدار، حنا الإخوان عندهم الإخوان احتجوا على شحال من مرة على هذا الشيء، وكانت عندنا جرأة من خلال الأغلبية ديالنا، وعرضنا هذا الشيء على المجلس ما يخص متابعة أشغال تأهيل الحضارة ديال بلدية بلطيم، كانت هناك انحراف ما يخص استغلوا عائليا، لكن الإخوان كان لهم بالمرصاد، إخوان ديال المجلس البلدي ديال الوزارة بالنسبة للإخوان، وجبرناهم باش نديروا لجنة متابعة أشغال كترأسها أخي سي فواز هو اللي كترأسها، وحاولنا ما أمكن نتفقوا نقولوا على حسب المعطيات المتوفرة عندي، هو أن هذاك السوق البلدي كيما بغا يديروا له ما يمكنش يخرجوا على النطاق مسار الطلب العروض من دار السلطان، وفق هذا الدفتر كنا نشتحوا تلقى عليه المجلس، هذا لا يعني الشبهة باش يمكن يوجهوا هذيك التحولات في اتجاه اللي يخدموا، يمكن يكون التحولات هما اللي كيديروا المجلس يقول لك كيدير هذوك اللي كانوا عندو حوالي اللي كنعرف ان كان مجموعه من الناس وحدهم تما باش يعطيهم الحوالي ويديروا استثناءات وتحط التحملات، نفس الشيء عندنا حنا لحد الان ولا سيدي نفس الشيء كنتسناو تحط التحملات يعني عن طلب عروض، انا باقي ما استفدناش بالنسبه للسوق الاسبوعي اللي بغينا نوصلوه معاكم بطبيعه الموضوع كبير عن التضامن امانه الاقليميه معاكم هذه الأوضاع، وأنا من خلال استماع ديالي لجميع هذه التظلمات ما يمكن لي اتصلت بالسي المنسق الجهوي وخبرته، قلت له راه الإخوان ديال بلطيم راه عندهم مشاكل وكذا، وغادي ندير تقرير على التظلمات ديالكم، نطلعوا اليوم
يكون امين عام الوطني وتاكدوا ان غادي نطالبوا بهذا ما يخص احاطه علم بالجميع اللي كيوقع منطيب وما سيقع مستقبلا خاصه المرتبط منها بالاستحقاقات الانتخابيه. اكثر من ذلك التمسوا تدخل امانا على الوطنيه لدى وزاره الداخليه ما يخص عنده الامكانيه ان تكون مستشير عام الاداره الترابيه ولا مستشير عام وهذا الشيء لا ماشي صعيب على اي حزب وفي نفس الاطار غادي نوجه مراسلتي لعام الاداره باش نحيدو علما بهذه الممارسات وطلب التدخل ديالو من اجل ارجاع الامور المنتظره الحقيقيه وسلام نفس الاتجاه. اذا كانت هناك تهديدات اذا كانت تهديدات حقيقيه المواطن هذوك اللي كيتهدوا ولا شي حاجه راه كاين الاصدار القضائيه حنا مستعدين ندخلوا معاهم في هذا الاتجاه. اذا كان شي واحد على خاطرش الاغلبيه بالنسبه للتهديد ولا التف ولا القذف ولا كذا تكون هذيك الاصدار قضائيه شخصيه سيدي دعي باش يشكو معنوي دعي ولا ما يمكنش لان الاقليميه دعي واحد باعتبار انه يمكن تبيتي هذا كيقول لك في الاخر يقول لك انا عمري ما دعيت حدا عمري ما درت حدا معناها هنا نواكبوا في هذا الشيء من خلال ولكن انا باش نشوف الحيثيات ان نفس الساعه القص ان في اسرائيل عدم استفاده الحضاري المناضل الحزب انتصر المعاصرة من المجد جشن يجلس الضغط جشن نحي إلا ويتحرم زي الحضارة مثلا قد الوسط البلدية تكني بريد من عبارة أبري المريجة المناضل نبام جات إخوة بردو سيد غلطي بغرد زار شان الشارع ويا عدير نشان زقوع عدير سيد الله بنيشة بجرد قالت بنوش لا بنوش غير تضرب القيمة تشن خويا عليه من شان الشارع واعي عليه وين يديك جاوب تحيي الباند غير انت كنت تبدي لك بالنسبة للحضارة اما بالنسبة للاستفادة الصعبة المحلية تشي الكبارية تلاقش لي نفس المكان تلاقش لي نفس المكان تسمى لي شنو مشى تلاقش خارج الحضارة خارج قسم التهيئة يبنى يجنى قوزيز مش تكتش نتاع الرخصة شي قوزيز مش تقعرش لا قوة الخاء كترى حدا تستقبل قسم المجرم وكان الحضارية تش الموافقة كان الحضارية وكان الحضارية وبالعكس واللي لنا قوزيز مش ويرا غب وغا الوكان الحضارية ويستمشى الموافقة الوكان الحضارية إذا دي الامتيازات لتسليم الرقاص البناء في الشرن وزيسن في الانتخابات وزيسن يعني بحل الناس الامتيازات إيطاليا غاسن دي رخص المالات تسمى رخص محليا البناء والرخص غير قانونية تشي تسمى تشي تاع الرئيس غاس وحدس بدون موافقة الوكالة الحضارية وسخبان السلطة المحلية غاس تاع الرخص نجم عيدن وسخبان السيد عبد الرزاق غاس معلومات بناء رخص محلية تشي تاع الرئيس وسلم الا تسمى الرخص اللي يخدم الرئيس ديما تسمى الانتخابات سنتي الى تنين تسمى الولاة زيادة بن الرئيس هم ديني عاود غير السائل ديني راح نحيا ليس نقين تسميم غاش نستاد سميم سلاسين اسمو سميم سلاسين الحق ولكن بلا استبدال بلا استبدال يعني راح نشر السيد هو غاز لين غاز لين محطة من المستصل من المازوت وقت غاز هي الحضارة ملي سنت هي كبير سنتر لا غادي نسمي اللي هو قال لك غادي يستخدم ولكن هو سكينشا ما يميك انت مغلفر ولين غاز مجموعة وجمهور توا مجموعة ديال الشارع سكورشي ديال الشارع سكورشي غاز ندير بلان ديال غادي يخدم وقال لك تخدم بالعكس راح نخدم بالعكس راح نخدم مني مشاج ليس جزئاني ولا نسر وليس بالسكان تحت قال الناس ترى زاد نسر ولا نحارب ليهم كانت تسمى تسمى الحين على تسمى زاد على خدمة الناس سير بلاد هو تسمى ما راجل عاكس الزباله تاع الفساد الانتخابات
تسمى انكفوزيك السلطه الحر دوينه مش شخصيا واتحمل المسؤوليه مش شخصيا. اخر واحد يضرب هذيك الانتخابات اخر واحد من ضمن الاخوان المواطنين الدائرين علاش علاش غاليش المشكل ما المشكله يعني. الناس الغدا كان بعد الانتخابات باش هو السقاي الا خصها تقضي المصلحه من اجل الانتخابات الا الا غالي بشكل مستعجل غالي وتشبه ديري ديال الديار الاسبانيه خصها هي ديك شهاده السكنه باش تزك بير ناسي وزيد ما مات المشكل ما يزد هنا يقطع غادي الدار نقضي الدار الوالي اذا انت الدار الوالي ديال الناس ما حقاتش شي شهاده السكنه واش الناس ما تسموت الا يمشي 150 الف باش هاد الشيء تشهد يمين هي 150 الف تزول بالزيت مقاز ما تفاروش ما قيدي العصر الحجاري ما يتجرمش ما الجمام ما دو لا يغاز بول هياكل الناس ما غاز بوين الناس كيف يعقل انه اي مواطن يزدغ يختص الضرائب غازا من غاز تفو واستشهد بشهادة السكنة واش يعني على الخاص 150 الف اللي هي 1500 درهم ولوكيا ستوشي ما السبب هم قالوا في خطلي أن الحسابات انتخابية تصويت غير على أخذ مسجلات في حال السجالة مو يتصويت نخلصية غاق المشكل المشكل مش شخصيا الدعيخ الأمنة الإقليمية الإخوان من خمار والمناضلين من خمار من يما دي طيب دي ميضة دي مسامة دي فاسد دي دري من يما شريع يعني من الأول والآخر هو حماية المواطن شنو باش هاد الزقه كيصوت يجنسيه يامن ازاي وزي باش هاد الشعمود على مسد النش لا نشاد الشعمود معليش السيد الامين العام الاقليمي هذا الشعمود السيد الممار المنتخب هنا الشمعمو الدنيا هذه ولكن المواطن ما يبغي الشعم لانه ما عرفتيش الحق الناس حق دستوري الصوت ويخ خصك قال الحزب وجبو يغوم فيه الزفارة قال الحزب منين الدوله قاع تعددية أيضا أي والله ما خصنا ديري من الاحتكار وحلوهم ما يمكنش إذا شنو المشكل غالي المشكل غالي هو المشكل غير ما هو ما هو تدبيري وما هو تسييري عن السوق ما هو معنوي ما هو أنه الإنسان المواطن مهارة شريان إغاق مشتركي صاحب الجلالة هو أن شجع المواطنين المارسن السياسة وجبوا خاص الناس الخاص كانت الخاص من سيد الأمين العام صدق أنت الخاص أجي نخش لا مرة صوت الحزبين لا المصالح مش مهددة قد الخطأ أقل من غاب مجموعة الشباب تاعنا من البطالة الوينة والله خصنا لقى التجارة ممنوعة لقى التجارة ما يبي باش هو تنفيس من الإخوان المغربي على سبيل الدك أقل من الشنق عاد الشركة نقول دي مجموعة الإخوان خصنا لقى نقولون والمنوع ما يمحدوني للحركة الشعبية وإلى ما تاش والسياسة بدنيتها غير مشرفة غير مشرفة غير مشرفة وانشي مكيش نعهد مكيش نعهد عبد الكريم الخطاب هي اسمه نتي قبر مار هي لا تعيش نتي قبر مار تقنا في الفتنة هادشي غير الخوذ ابن طيب الفتنة الفتنة لا شدي تراكتا لا شدي زيد انا اش زيد بن طيب ويتم يشتغل بن طيب ويتم يتسير بن طيب مين اش يروحش مين غادي بن طيب مين غادي تزغى بيد الداخول هذا وين الدوني تقرير المصالح مش الاعضاء مش وين مش الله يعاون الله يعاون وتجيبو المناش وتجيبو مشاركة كيش ديال المسألة ياش نهائيا لا مش للممثلين الحزبي ولا التوجه الحزب وتجيبو وتحميو المصالح من الشخصية الشخصية وراقبو أهداف على مستوى ولا شي نهار ما يوز شنيش أكبر وأصدر مرحبا به والله إلا مرحبا به يا سيد الأمين لأن في الهدف الأول والأخير هو خويا أنكس تهميش الإقصاء من الإقليم أكشي نوض كيخير الدور السادة قبلين الساحل من توالف توالف ديني طلاق اقليم دريوش السياحه المستدامه ما انا اني ما اني خص السياحه مرميت كين طلاق يمكن لا شي 5 سنين بس لا بس مش حاجه دي السياحه والو اما مشي قراقب والله ما نيين غاقين اذن غاق كذا هادي اجبو الطريقه اش الناس الطريقه اول حاجه كوري الجري اشتري حق نص مره غير حتى تصوتك قال صوت خويا
والمصالح ينوض لك الفكران اش تلقى السياسة اللي حتى بقينا دير نطيب اللي بني وليش وسامح ما يستوي الخط تسخ نطيب لأن غادا انت توزيع المهام وريش بني انت مثلا شي نغادي بنطيب مثلا غادي بنطيب ما يهمنيش غادي نشتلهم الاخوان اللي تجان في الحزب تلوم خنطس ونهار قنجحد لان السياسه اذا عند في جو الماضي الرفاقين الرفاقين تحصدم من بعد زعنا في الشيء الاميه ذل الجهل الاقصى التهميش الترهيب التخويف من اش غيوش ملايين مال القياس تساوي من اش ضربش من اش ضربش اش ديوش بنادم يتسمى سامح ما يخلق المايا ولكن اخمي شرد الدم فلسطيني زيد السا زيد السا زيد السا زيد السا لا اله الا الله اليد قصيره والعين قصيره وانا من غيك ولكن مريد سين سميسطاره ايدي تجا التوصيات الداخليه لصاحب الجلاله انك تقطع المواطنين تستبرد المواطنين تسفام من تقطع البرلماني من تقطع رئيس البلديه من تقطع ماشي غير نقول رئيس البلديه يا اخوان لا رئيس غير نصحوا الحركه المواطنين الغني وجبوا دار رئيس مسكين وما لا يوجبوا قاتلش انا هو الشارع هو غاب نطيب تسكن الجنازه سيدي سكن زيارو حتى هو غاب نطيب عطيك وين تاخذ الاراء ديال المواطنين كوريج ديال المشاكل الناس اقل اخ يوم يغداني ما يمي ما تسوي بيغا لانه ينتمي الى حزب الاصل والمعاصر وانت المشكل جار ومزور صح ما يمينش مثلا دي مكاتب التصويت اول نتيجه ضغط النتيجه يمنش غتا غتا تفنكرونو غتا غتا المهم التوقيت القديم ولا لا لا بالله وغادي وذا خصنا لازم نصوت لا بالله ما يمين وليد الحاج علي الحاج علي الوحيد نتجير او ذكر وطو ذكر ترى لي غا تقاس غا تقاش كما وين تيمشو مني قايلني وين ديني العفاريت والتماسيح ما يخبيزتي ولا رئيس الحكومه قايلني غا السيد الحاج علي مجموعه المنتخبين النخ السي محمد المكاني درا انت سيخ فنس نايم لين بلش التلاعب فهمت لين الطاس انت مسرايين ونقول انت نطلع باش واش قارقة حتى زيش كثروا الخوا خوينا عاش وثروا خشا شويه القفوس سكان غير شحال شو غادي هو المصلحه ديال المواقع اش غادي المصلحه هو انه هذه التغيير وميلاد بنا ماذا كي تم هذه كي يمن نعرف ويتي من حد